أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رأيي. رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد كشف سبب دعوة 5 دول إلى القمة الإسلامية المزمعة في عاصمة بلاده كوالالمبور. الكلام ده جاء حسب ما أفاد به الإعلامي المصري المعروف مقدم البرامج أحمد منصور. منصور قال إنه سأل الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا عن دعوة 5 دول فقط لقمة كوالالمبور، وهي تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا إلى جانب ماليزيا. ووفقا لمنصور، رد مهاتير محمد قائلا: هذه الدول الخمس هي الأكثر استقرارا والأقوى في الإمكانات والقدرة والرغبة في حل مشاكل المسلمين ووفق حروبهم وحقن دماءهم. واستدرك أيضا: هذا هو هدفنا الأول، فالمسلمون يشكلون أغلبية الضحايا في الحروب والكوارث التي تجري في أنحاء العالم، لكننا دعونا الآخرين وسيحضرون بوفود أقل. لمزيد من المتابعة بيسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ حسين جنيش المحلل السياسي التركي. أهلا بك. أهلاً وسهلاً، أسعد الله مساءكم. أستاذ حسين، ما رأيك في قمة الدول الإسلامية الخمس في كوالالمبور 2019؟ هل تعتقد أنه هذه القمة ممكن أن تؤثر في العالم الإسلامي الفترة المقبلة؟ يا طويل العمر، في الحقيقة 5 دول تمثل تقريباً 600 مليون نسمة، يعني من المسلمين، أنا أقصد يعني أكثر شيء في أندونيسيا هنا وباكستان هنا. والعالم الإسلامي في الحقيقة بحاجة لهذا الاجتماع. نعم، بحاجة. ما قال في الحقيقة الآن، أنا علمت منكم ما قال رئيس الوزراء ماليزيا مهاتير محمد 100% صادق، لأن هؤلاء الدول يبكون ما يجري في العالم الإسلامي اليوم. يعني هم يقصدون تركنا الأمر نحن في الوقت الحاضر. نعم. إلى بعض الدول التي لديها إمكانيات مادية ومعنوية من أجل أن يساعدوا المسلمين ويمسكوا بيد المسلمين. مع الأسف الشديد، تلك الدول التي نأمل منهم خيرا سلموا العالم الإسلامي إلى أعدائنا من الصليبيين ومن اليهود وأنتم تعرفون الأوضاع. ما ضروري أنا أذكر، كلنا نحن معاصرون نفهم ونعيش. وجدوا بأنه إذا تركنا العالم الإسلامي على هذا الشكل، على هذه الحالة، فإننا سوف ننقرض في وقت قريب. نعم. يعني هناك خلافات كثيرة جدا، سوء التفاهم بين العالم الإسلامي. ألا ترون بأن الخيرات المادية يروح إلى إيد الصليبين والصهاينة اليوم، وكل يوم يعززون العلاقات مع الصهاينة بعض الدول، ولا أريد أن أذكر أسماء تلك الدول لأنه. نعم. معروف من قبل كل طيب. واحد. نعم. أستاذ حسين، ما رأيك في أن تكون فقط هذه 5 دول التي تحضر هذه القمة؟ كيف ترى أنهم 5 دول فقط والعالم الإسلامي مليء بدول كثيرة؟ لماذا فقط من وجهة نظرك هذه 5 دول فقط؟ أنا حينما سمعت هذا الخبر تقريبا قبل كم من الشهور، رئيس الوزراء الماليزيا إذا تتذكروا في الأيام الأخيرة أو قبل شهرين تقريبا قام بزيارة تركيا وقابل هنا رئيس الجمهورية أردوغان. فنحن ما كنا فهمنا يعني لماذا جاء.
محمد محاضر محمد. فيما بعد بعدما اطلعنا على بعض الإعلام التركي والعالم فهمت أنه جاء لهذا الغرض. يعني لا تعتقدوا بأن 5 دول فقط ستكون يعني في الأيام في الشهور القادمة. إذا يوم 20 من هذا الشهر في هناك مؤتمر أنتم تعرفون ل5 دول. إذا كان الاجتماع القادم يقيمون في مكة ولا تستغربوا، لأن العالم الإسلامي تعبوا ملوا من خيانات العالم الإسلامية. بكرة انظروا حالة العراق، ليبيا، لبنان ودول بعض الدول في أفريقيا، انظر السودان، انظر حالة مصر، بعض الدول في شمال أفريقيا والبلقان. يعني هل أنتم تعتقدون ما أقول هل أنتم؟ نعم أستاذ حسين. فلنا أقول لا يعتقد أحد من إخواننا المسلمين بأن المشكلة في البلقان قد انتهت. لا، الملف ينتظر في رفوف بوسنة هرسك. مجرد ما وجدوا بأن تركيا قد ضعفت ينزلون الملفات من الآن. بدأت الضجة من الآن. انتخبوا رئيسا من الصرب وبدأ يقول حتى يمتد حدود الصرب إلى منطقة كذا، فأنا لا أسكت من هذه القضية. نعم. من الآن بدأت المشاكل في البلقان، لأن الدول الأوروبية يريدون أن يطهروا اسم الإسلام من بلقان يعني من آثار الإسلامية. أستاذ حسين، عايزين أو المشاهدين يريدون أن يعرفون أهم النقاط التي تناولتها هذه القمة والتي من شأنها ممكن أن تؤثر في العالم الإسلامي، مثل القضية الفلسطينية، أهم قضايا العالم الإسلامي الآن. عايزين يعني نقول للمشاهدين ما هي النقاط باختصار التي تناولتها هذه القمة والتي تؤثر تأثيرا إيجابيا. هذا هو الهدف الأساسي أصلا. نعم. يعني أن ينظروا أوضاع العالم الإسلامي، المشاكل حال العالم الإسلامي عليهم أن يحلوها. ومن ناحية أخرى، يعني أنا ماذا قصدت إذا عقدوا الاجتماع مرة أخرى في مكة فلا تستغربوا. عدد المنضمين، عدد الذين يؤيدون هذا الحلف الإسلامي الصغير اللي هم يسمونه ميني الصغير، سوف تأتي دول من أفريقيا، من يعني بعض الدول من آسيا ومن العالم العربي ومن بلقان ومن الجمهوريات. يعني سوف يعني تنضم كثير من الدول من تلك المناطق من العالم الإسلامي، ما يكون في يد 5 دول فقط كبداية فقط، يعني 5 دول، إنما هذا يكون في أسرع وقت ينتشر. نعم. لأن العالم الإسلامي عطشان لهذا الشيء، لأن العالم الإسلامي يريد أن يمثلهم بعض المخلصين. فلذلك هذا ما تنظر 5 دول فقط، هذا بل هذا يتوسع في أقرب وقت. يعني هناك عدد كثير سوف ينضمون إلى 5 دول هذه. يعني نعم. إن في البداية صحيح من ذاك اليوم، يعني الدول 5 التي أنتم ذكرتم قبل قليل، هؤلاء الدول هم يكون اليوم من ما يجري في العالم الإسلامي.
والباقي ماذا يعملون؟ اللهم يعني يعقدون الاجتماعات أو يعززون علاقاتهم مع أعداء المسلمين. نعم. كل يوم أنتم تسمعون في الأخبار يعني ما قطع على المعلق المصري مهاتر محمد صحيح يعني. وأنا كنت أستاذ محمد أستاذ حسين عفوا هل تعتقد أنه مثلا دولة مثل السعودية لماذا مثلا لم تنضم إلى هذه القمة وهي من ضمن الدول التي قال عنها مهاتير محمد رئيس ماليزيا أنه يعني الدول في دول أقوى يعني القمة قامت على دول هي الأقوى في الإمكانات والقدرة والرغبة في حل مشاكل المسلمين ووقف حروبهم وحقن دمائهم لماذا مثلا السعودية قادرة ماديا السعودية ممكن تكون رمز من رموز العالم الإسلامي لماذا لم تنضم إلى هذه القمة أو غيرها من الدول مثل تونس مثلا أو الكويت أو دول مقتدرة ممكن تساعد في هذه القضية هل تعتقد أن السعودية خارج هذه القمة أم في الفترة القادمة يمكن أن تضم إلى هذه القمة مرة أخرى؟ الحقيقة بدأت الضجة بين الدول الخليجية وعلى رأس المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر نعم بحرين هذه الدول بدأت عندهم ضجة وراجعوا حتى يعني اتصلوا بمهاتر محمد بس البيانات حتى الآن هم لم يعلنوا يعني سوف يعقدون الاجتماع يوم 20 من هذا الشهر أي تقريبا بعد أسبوع يوم كم يوم فقط يعني وهناك يتبين الأمر وأردت على سؤالكم صراحة السعودية عندها قدرة مادية والمعنوية بس ولكن مع الأسف الشديد ومن بينها مع أمارات أيضا المادية والمعنوية لا أحد يستفيد إلا الكفرة إلا عداونا رمونا إلى حجر إلى يدل إلى غرفة الكفرة الذين يريدون أن يشربوا دماءنا ما وجدوا خير ما شاء الله اليوم المملكة العربية السعودية تمثل معنويا العالم الإسلامي معنويا نعم. إنما ماديا ولا شيء يعني ولذلك يعني ما طلبوا في البداية إلى المملكة العربية السعودية على أساس يكون من بين 5 دول يعني رغم أن عندها إمكانيات مادية ومعنوية تلك الدول التي لديها إمكانيات مادية لو انضموا لو اجتمعوا أو لو عززوا قوتهم مع العالم الإسلامي ككل يا طويل العمر بدون شك بدون تردد نحن نقدر نغلب على الكفرة ككل في العالم اليوم أيا كان نوع سواء كان صليبي أو مسيحي ولكننا نحن جنود نحن نساعدهم نحن نعززهم مع الأسف الشديد يعني هو بس لماذا أنا قلت لكم إذا عقدوا الاجتماعات القادمة في مكة فلا تستغربوا أقصد بقول هذا كثير من الدول سوف ينضمون قد يجوز السعودية أيضا تنضم نعم طيب أستاذ حسين هل يمكن تحقيق تعاون عسكري فيما بين تلك هذه الدول يعني عايزين نعرف من الناحية العسكرية كيف ستكون العلاقة بين هذه الدول يا طول الأمور والله أنتم وجهتم إلي سؤال مرة مهم عندنا العسكري عندنا استعداد وكذلك بعض الدول مثل مثلا مصر إذا استعملنا نحن في الخير يعني كما قلت لكم انتصرنا على العالم عسكريا ممكن وكانوا كونوا العسكر الإسلامي قبل كم سنة تقريبا
ولكن حينما صار التغيرات في المملكة يعني ولي العهد ولما صارت هذه التغيرات ألغوا هذه الأشياء كلها. في الحقيقة كنا كونا العسكر الإسلامي ولكن فيما بعد ألغوه بالتدخل بعض الدول الأجنبية. نعم أي نعم. أستاذ حسين أخيرا، كيف يمكن دعم القضية الفلسطينية عبر هذه القمة؟ ممكن تكون هذه القضية يعني في أمل أنه هذه القمة ممكن أنه يعني تتدخل في حل هذه المشاكل الموجودة في القضية الفلسطينية وعلاقتها أو يعني المشاكل التي بينها وبين الاحتلال الصهيوني؟ كيف ترى دعم هذه القضية من خلال هذه القمة؟ هل يمكن أن يكون هناك أمل في هذا؟ قالوا لنا قبل من المدة قضية فلسطينية أو قضية القدس قضية عربية. نعم. فأنتم انسحبوا، هذه قضيتنا نحن، قالوا لنا. فانسحبنا تقريبا كتركيا، اللهم ننادي ببعض الأمور فقط لا أكثر ولا أقل. ماذا حدث؟ قالوا سلموا لليهود وعلنوا عاصمة لإسرائيل مثلا القدس، ولم يتمش. هذا الشيء سهل جدا 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 لولا الخيانات المنتشرة في العالم الإسلامي. يعني اليوم نحن أقوياء كالعالم الإسلامي، أقوياء، وصلنا إلى مليارين، عندنا الإمكانيات والإمكانيات البشرية ومعنوية ومادية عسكرية وكل شيء. أنا اليوم اتركوا لي تلفزيون، أي تلفزيون إن كان، أدعو العالم الإسلامي أن يتشاركوا في حرب مثلا فلسطين ضد إسرائيل. إذا أنا ما أحترض كذا مليون نفر هيان متطوعين فلا أتعي بعد كذا أنني أفهم أي شيء أبدا. أنا وحدي كحسين كنش أقدر عامل هذا الشيء. اليوم العالم الإسلامي مستعد أن يعني يتطوع، يأتي متطوعا يحارب في تلك البلدان الفلسطينية، ولكن حتى الفلسطينيين مثلا اليوم تركوا الأمر إلى دهلان. دهلان اللي يديرنا، دهلان يقوم ب الانقلابات العسكرية في السودان ويكون الحكومات ويجيب على حسب الإشاعات بدل محمود عباس. نحن الآن يعني أصبحنا عبيد في يد الدهلان. ما هذه الرزالة؟ ما وجدنا نحن غير يعني حتى أنا في عند الفلسطينيين ما أرى الإخلاص. نعم. الشعوب العربية أستاذ حسين والشعوب الإسلامية كافة يعني تتمنى لهذه القمة أنها تعيد أمجاد العالم الإسلامي مرة أخرى، يعني كما نرى من الأحداث. إحنا عدم المؤاخذة اليوم تركيا وليبيا اتفقا بعض الأمور، أنتم تعرفون من عدونا الآن، من ينادي ضدنا الآن. يا أخي لماذا ما تساعدنا؟ أنت ماذا تنظر؟ بل نعم. نحن نكون الآن في هذه المنطقة الأبيض، البحر الأبيض توسط، يعني تركيا يكون صاحب السلطة الآن. يعني هذا يعني تقريبا تطور مرة أنا أرى كبير. يعني نعم. إن شاء الله ما نخسر مثل ما خسرنا السودان ومصر. مرسل تركيا صرفت أكثر من 5 مليار دولار يعني حتى يعني نعم. تقوم حتى تتحسن أوضاع الرئيس. نعم أستاذ حسين، والكل يشهد بوجود تركيا في هذه القمة بقوة وفي الصدارة. احنا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، وبنتمنى كل العالم الإسلامي والعالم العربي كما ذكرت سابقا انه يعني يتم إعادة أمجاد العالم الإسلامي كافة مرة أخرى ويتحدوا جميعا مرة أخرى.
كان معنا الأستاذ حسين جنش المحلل السياسي التركي. نشكر حضرتك مرة أخرى. بهذا القدر أعزائي المشاهدين تنتهي حلقة اليوم من برنامج رأيي، ولكن على وعد بلقاء في الأيام القادمة بإذن الله تعالى في حلقات جديدة وأسئلة جديدة، ودمتم في أمان الله.